المناسبة الإدارية اجتماع المكتب الإيجابي لهيئة الاستشارية للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع برنامج التنمية الجهوية تصميم المدير الجهوي للتكوين المستمر، وغنكون أول جهة اللي صدقت على التكوين برنامج التصميم المدير الجهوي للتكوين برنامج التسييج التجهيز أنشطة الدار والمنتخب تمثيل الاتجاه في التطابقات والملتقيات زيارات واستقبالات. فيما يخص المناسبات الإدارية وصلنا ب 53 طلب فيما يخص الطرق والمسالك والتصريف. فيما يخص الصالح للشرب وصلنا ب 35 طلب، ولكن هذه العمليه راه نذكرها فيما بعد. فيما يخص الابار لشرب الديكور راه يمكن توصلوا مجموعه طلبات الجامعات غير تفاديا للتنسيق، باش ما يبقاش حيت كاين بعض الرؤساء الجامعات كيجوا عندنا، وكاين بعض الرؤساء اللي محتاجين والدار اكثر ما كيجوش، وبالتالي هذه العمليه ديال حفظ الابار واللي شرط ديال الماء غادي تنسيق مع السادة العمال. والمركز الثاني مركز توقيت فانتداء المصادقة على الدراسة التقنية. هذول جوج المشاريع اللي في اس بي المستوصف في لوبيتال بروفينسيال ديال اس بي. هذو فريدا المراكز في بداية الأشغال. المنطقة المتكاملة الصناعية واللوجستيكية في خط غزة كان دونك هذه مون سيتي زون لوجستيك ديال 44 هكتار، وفيها منطقة صناعية ديال 61 هكتار، مساهمين هما جهة مراكش اس بي ولاية جهة مراكش اس بي وزارة الصناعة والتجارة عامة تقنية اس بي. التكلفة سيتم تحديدها فيما بعد، مدة زمنية 22 شهر. الملك العقاري الموجود في هو ملك خاص بالدولة بطور الامتلاك من طرف الجهة. دراسة الطبوغرافية أنجزت، دراسة المعمارية والتقنية والتكتيكية من المفروض أننا نطلق فيهم طوموبيل في جنوب 2022. هذا موقع الشغل السيد رئيس السيد والي السادة العمال حضور كريم على المجلس المحترم. فبطبيعة الحال بغيت نشكر السيد الرئيس على التجاوب ديالو على مطلب يعني الساكنة في إقليم أسفي، وخصوصا يعني في واحد اتفاقية ديال حماية الجرف الصخري آمولي اللي تم الترميم ديالو والتجهيز ديالو كمركز للتراث البحري الوطني. فهذه الاتفاقيه السيد الرئيس كان يوقع فيها، كنشكركم يعني كرئيس جهه وكوالي ديال جهه وكسيد عامل اقليم اسفي اللي سهروا على هذه الاتفاقيه وعدلوها. فكنتمنوا انها تدوز يعني في الدوره المقبله، تدرج ضمن جدول الاعمال الدوره المقبله، وشكرا. شكرا سي سعيد. لا نرى بالي علم ان تم التهديد ديالها فنوجدها في الدوره المقبله. الامر هذا الذي دعا السي وزير الثقافه غير نقراها هنا ونجيبوها اذا كانت عندها ضروره كاع الدوره السته، اذا كان عندها شي نقاط ونجوزوها في الدوره السته. ندوزو للنقطه الاخيره وهي النقطه 22 انتخاب رئيس لجنه السياحه والصناعه التقليديه. فيما يتعلق بهذه النقطه كان هذا تقدير شخصي ديال الرئيس، كان لان الرئيس ديال اللجنه كان انشغال كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تمت دوره اكتوبر واللي هي دوره عاديه اللي كتسمى دوره الميزانيه اللي كيتم فيها المصادقه على الميزانيه. تمت المصادقه على ميزانيه الجهه برسم سنه 2023. كذلك كان هناك عده نقاط جد مهمه، من بينهم هو فيما يتعلق بالماء والنجاعه المائيه. قمنا باتفاقيه باش نحدوا من التبذير اللي كاين ديال الماء. كانت اتفاقيه كذلك كتهم المناطق الصناعيه لكل من خط زكان باسفي والطمنصور برحمنه والشيشاوه واليوسفيه، كانت المناطق الصناعيه. كذلك كان القطب بناء القطب في حول السوق ذات المنفعه الوطنيه اللي غادي يكون في سيدي بوعتمان. كذلك هناك اتفاقيات اللي همت الشراكه الدوليه اللي غتكون مع جهات اعلى فرنسا والشراكه مع بعض الجهات داخل المغرب. وهذا تم المصادقه على جميع النقاط باجماع، وشكرا. موافقون وعارضون متابعين.